ائتلاف دعم الدولة المصرية، مفيش حد من اللي قاعدين يختلف عليه. حزب الوقت؟ حزب الوقت. مفيش حد يختلف عليه. لا هو فردي. فردي ده قريب ولادك. مفيش حد يختلف عليه. تمام. احنا كلنا بندعم الدولة المصرية. مش معنى اللي انا مش همضي على الوثيقة زي ما قال سيادة النائب إيهاب بيه اللي انا مش هدعم الدولة المصرية. لا، فمش عايزين مزايدات على الوطنية، مش عايزين مزايدات على الدين زي ما عملوها اخواننا اللي هم السابقين في مجلس النواب. فاحنا جايين هدفنا كلنا واحد، ايه هو؟ دعم الدولة المصرية، رفع مستوى المعيشة للمواطن، تمام؟ ولكن الادوات بتختلف من حزب لحزب. حزب الوفد ليه ادوات عايز يتعامل معاه عشان يوصل لهدفه، مصر الاحرار ليه ادوات هيوصل لنفس الهدف، حماة وطن نفس الكلام نفس الهدف، المحافظين نفس الهدف، فكلنا هدفنا واحد. فكل كل امال والنواب اذا كان مستقلين او احزاب وهو دفع مسيرة الوطن الى الامام والمتمثل ايضا في المواطن المصري. الادوات بقى بتاعتنا دي بتختلف من برنامج لبرنامج. فالمصري الاحرار ليهم برنامج اولويات 1 2 3 4، التجمع لاولويات 1 2 3 4. فكل دول هدفهم كله دعم الدولة المصرية. فاحنا مش هنزايد ائتلاف الدعم. انا بكلمك كعمرو ابو اليزيد، ولكن انت لو انت هتزايد همضي لك يا باشا على دعم الدولة المصرية. انا بمضي لك كعمرو ابو اليزيد، لكن ما تجيش تقول لي ائتلاف وليه اغلبية وانا ليه زعيم الاغلبية اللي ائتلاف. لا يا باشا، احنا طول عمرنا الاحزاب دي كبيرة وليها هيئة برلمانية وليها رئيس هيئة برلمانية هو يكون. انا مش هتكلم، انا هتكلم على رئيس على الحزب الوفد، هيبقى ليه رئيس هيئة برلمانية، احنا هنقود الهيئة البرلمانية. المصري الاحرار نفس الكلام، المحافظين، التجمع. فمش عايزين حد يكون حماة الوطن. حماة الوطن طبعا، حماة الوطن. تمام. دوت من ناحية ائتلاف دعم الدولة المصرية.